هيدي الكومبينيشن بالأعمال السورية اللبنانية المصرية شو أعطت، شو أضافت لمين، وشو أخذت من مين؟ الدراما المشتركة هي قبل هالمرة ذكرت أنا أنه أنا اعتبرتها دراما ظرفية زمانية مكانية، يعني في ظرف صار في حرب، الدراما بسوريا تقريبا شبه أنه توقفت، ففي كثير من الممثلين والكوادر، كل الكوادر كلها بدك تقولي اجت اتجهت اما الى لبنان اما الى مصر اما الى الامارات والخليج. ف هذا هذا الظرف يعني خلق نوع جديد يمكن من الدراما. الناس اغلبهم استهجنوه جدا بالبدايه لانه ما يعني متعودين، يعني مسلسل سوري سوري، مسلسل لبناني لبناني، بس انه هالخلطه هي كانت مستهجنه. لكن عادة شو اللي بيخليها تستمر؟ لما بينجح يعني عمل ما، لما بينجح فانه بيتقبلوا الناس، فاذا الجمهور تجربة تقبل هذا المسلسل فتحولت لصناعه اذا بدكم. يعني هي بلشت مثل مغامره انه بس هي بلشت قبل الحرب بسوريا، يعني لما كان في جزور وروبي واتهام ما كان في حرب بسوريا، هي كانت تجربه تماشيا او لا، روبي قبل جزور بعد روبي جزور كانوا سنة مع بعض ورا بعض، فكانوا قبل الحرب. بس هاي كانت لأنه كنا بدنا نحاول نجمع قدر ما نستطيع من إمكانيات لمضاهاة الإنتاجات التركية والمسلسلات التركية. هي ما طلعت مظبوط من هناك، بلشنا يعني احنا بلشنا، كنا الله يرحمه أديب خير كان عم يشغل روبي وأنا عم يشغل جزور بنفس السنة، عرضوا مقابل بعض فحققوا نجاح عربي. روبي وجزور كان فيهم ما بين المكس السوري اللبناني المصري، فهوني كانت جديدة على العالم. كيف هيدا أمه لبنانية والولد عم يحكي مصري، فقلنا له لا لأنه أبوه مصري وبيه مطلق أمه، فأوجدنا المبررات اللازمة. المرحلة الثانية اللي إجت للدراما المشتركة اللي تفضلت فيها الأستاذ ريم، أنه أصبح في مشكل سياسي مكاني عند الإخوان السوريين، فتواجدوا بالأراضي اللبنانية جزء كبير منهم. وطبعا هذا كان انا بالنسبه لي كمنتج كنز، كانت فرصه اكيد، فرصه انه اصبح اصبح الممثل السوري للطرفين للطرفين يعني هو استفاد. انا برايي كانت الاستفاده كثير تكاملية مشتركه، متكامل مزبوط، في تكامل كان. شو رايك استاذ سمير؟ بس حقه استاذ سمير يكون عنده راي ثاني. انا هيك عم اطرح عليه السؤال، اقول شوفي انتاجيا وماليا هذا شيء كثير نجح، والجمهور تقبل وماشي الحال والصناعة ماشية. بس إذا بدك فنيا أنا ما كتير بعترف بالبان أرب إذا ما كان في مبرر مثل ما قال الأستاذ، أو بده يكون في مبرر للشخصية ليش سورية أو ليش مصرية أو هذه هرطقة بسميها. هذه الشغلة كانت دارجة بالسينما اللبنانية بالسبعينات لما أمموا السينما بمصر، إجوا المصريين صاروا يشتغلوا أفلام وصاروا يعملوا أفلام مشتركة، يجيبوا واحد كويتي واحد أردني واحد لبناني واحد مصري ويعملوا أفلام وتكسر الأرض ويحضروها الناس. هلأ المؤرخين تبعوا السينما بسموها مرحلة السينما الرديئة، لأنه بالفعل كانت رديئة لأنه ما في الترابط فيها غير مبرر. الصدق أهم شيء بالفن، الصدق ما كان في وضوح. يعني عم نحضر مسلسل مفروض نصدق، مفروض نعيشه، مفروض يعني بمجرد ما أنت عم تحضري بمشهد واحد بي سوري أم لبنانية أخته كويتية عم يحكي مصري مش حتصدقيه يعني خلاص. بس بكل الأحوال يعني تحول الشيء، هذا الشيء تحول لأمر واقع، يعني أنه من زمان دائما في تزاوج بين تلاقي عيلة بلبنان وعيلة بسوريا، في عندهم حدا تجوز من حدا بمصر نفس الشيء، يعني انه صارت واقع. لا في سوريين كثير بلبنان، في مليونين سوري هلا صار في يعني هودي شخصيات بنعمل عن المسلسلات. صحيح. مش ضروري يعني نخترع مدري مين بيو مدري ما يعني. هو أظن تضل واقعية السينما يعني التلفزيون يضل يناقش أمور واقعية، ما أنه لكن بالضرورة مرات تفرض يعني أحكام معينة تفرض عليك لباب أنك تعمل مشاركة أوسع. بس أنا برضو بوقف، أنا كمنتج بالنسبة لي كمفيد دائما بقول يجب أن يكون مبرر. يعني أنا بجزور وباتهام خناقات يمكن أنت بتعرفي، لازم أبرر ليش الوجود المصري، ليش التدخل السوري. يعني أوجدناها ونجحت لأنه كانت زي ما قال لك صدقها الناس. يعني لما واحد مصري يموت بحادث سيارة
في لبنان وهو متبرع واهب أعضاؤه وأخذت أعضاؤه لشخص لبناني، هذه كانت مبررة. مع ذلك بكل البلاد بيشوفوها أوفر، بكل البلاد بيشوفوها كومبليكيتد. صحيح، بسوريا حطوا هذا لا تلغي الهوية، مسلسل سوري بإمكانيات كثير ضئيلة بفضلوه عن المسلسل يعني المشترك اللبناني أبدا طبعا، الانتماء هو المسلسل المحلي لأنه أكيد هو أكيد. الدراما أو السينما هي منتج ثقافي، فالانتماء الثقافي ضروري يعني مثل الباسبور. يعني هلا حتى يعني هلأ اذا بدنا ناخذ صوره مجتمع معينه هون بصير في ضياع. هلا برمضان مثلا انا بتلفت، بجوز عندي ذائقه بجوز مختلفه، تلفت نظري اشياء عن اشياء. بس مثلا بشوف بمصر اكثر الاعمال اللي مشاهده اللي هي شعبيه. صحيح، لانه الشارع صحيح. لغه الشارع يعني دائما كمان تشبه لانه الشريحه الاكبر من الناس. صحيح. طب ريم، بعيدا عن الاعمال المشتركه، الاعمال السوريه هلا حاليا باوجه تنقول بعزه، امتى بدت الدراما السوريه تظهر للعالم تبين؟ من امتى بلشت؟ هلا عم تسترجع تستعيد انفاسها الحقيقه. أوكي. وفي اعمال مميزه وعم تابع وعم شوف انا، وهذا شيء بس من 15 سنه يعني. لا بس طلع باب الحاره اكثر من باب الحاره. كانت شوي الدراما السوريه عم تبلش يمكن تنزل ورجعت طلعت الدراما السوريه او المسلسلات، كانت نافست المصريه. صحيح. تفوقت في سنتين يعني ما بدنا نقول تفوقت، نافست والله في سنتين تفوقت يعني نوع من ليه لانه انا بقيس من منظور التلفزيون الحصة على الشاشه. وصلت لمرحله فعلا كانت باوجه فعلا. اجت ظروف الحرب اثرت مثل ما بتاثر بكل تاريخ السينما بالعالم والتلفزيون، يعني حتى لما يكون في حرب عالميه بتلاقيها انعكست على الفن بالضروره والى اخره. بهذيك المرحله فعلا ساهم كمان وجود المحطه، صار في شيء اسمه قنوات فضائيه، يعني بطل انه بس قناه محليه حكوميه تلفزيون لحاله، هذا ساهم جدا بانتشارها للدراما السوريه واعطاها فرصه انه يشوفوها اكثر من يعني بلد ويحبوها ويتعلقوا فيها. واصلا هن بلشت القصه اسس لها الفضل له فيها انه يوصل اللهجه خلينا نقول الشاميه دريد لحام لما كان يعمل غوار، يعمل ابيض واسود، وكان يعمل ابيض واسود وكان يشتغل كمان كان يشتغل مسلسلات مشتركه مع نجوم لبنانيين ونجح بهذا. هلا صار في دروب مثل ما انا هلا عم حسها انه صار لها سنتين وثلاثه عم ترجع يعني تستعيد انفاسها. سنتين بس؟ ثلاثه هم اخر سنتين يعني بدا ترميم ترميم الدراما السوريه. انا هيك بتقديري. بس الدراما السوريه اذا انت بدك تقيسيها بباب الحاره، لا هي قبل باب الحاره بعشر سنين. يعني الدراما السوريه، انا بدي اقول لك شغله، المسلسلات او القنوات الفضائيه اول ما ظهرت قنوات كانوا ثلاث اربع قنوات فضائيه، وبعدين اصبحت كل الحكومات لديها محطه فضائيه. فلما بتيجي على الحصه اللي عم تنعرض على الشاشه سواء برمضان اللي هو الشهر الاكثر للدراما، كانت الدراما المصريه هي المتفرده، ويجي لها حصه الدراما المحليه لكل بلد، وبعدين بلش يظهر السوري. فظهرت اعمال انا بوجه نظري لا تاريخ الدراما مثل الكواسر والجوارح ونهايه رجل شجاع، هدول الاعمال هدول كلياتهم اسسوا للدراما السوريه في الدول الخليج بالدول العربيه، وبعدين بلشت الانتاجات لانه كان يمكن شركه او اثنين اللي ينتجوا بسوريا، صاروا أربعة، صاروا ستة، صار بدل الكاتب سبعة، بدل المخرج ثلاثة أربعة، عبدو طلب لأنه فصارت الأمور كصناعة عمالة ما. وقال لك شغلي أنا بعترف لهم أنه هم من بداية الطريق تعاطوا مع هذا المنتج آزا صناعة، التمت عليه الدولة، القطاعات الحكومية اعتنت فيه، دعمته الحكومة، دعمته وأصبح تشكل صناعة زي النسيج بحلب، صار في لجنة لصناعة الدراما والسينما. وهلا هون عرفوا غير هيك انه عرفوا عملوا الدراما، يعني دراما حقيقية كانت واقعية واقعية. هيدي الدراما نرجع لحديثنا يعني الدراما اما ان تكون ابنة البيئة والعصر او لن تكون. صحيح. ما في صحيح. مشان هيك نجحوا. يعني انا قارن مع نفسي بيني وبين حالي انه الدراما اللي كتبتها بسوريا وكانت تعكس الواقع السوري اكيد اقوى من الدراما المشتركة اللي كتبتها التي تعكس
كمان الواقع واقعنا الأمر الواقع تعكس أمر الواقع حتى الترابط الحياتي بين الشخصيات. أنا في مش لأنه هي موجودة في من أجمل المسلسلات اللي هي عملته كان مع جمال سليمان وأمل عرفة ذكريات الزمن القادم. أنا لليوم أمنية حياتي أني أعيد إنتاج هذا العمل بلغة حديثة أو جزء تاني ممكن. بس أقول لك ليش صار في عمل هلأ قدامنا هون طبق العمل هذا اللي بيصب هذا اللي بيصب عند الأستاذ سمير قالوا قديش كان واقعي حقيقي المقارنة بين الطبقة الغنية والفقيرة الطبقة المحرومة والطبقة اللي عندها كل شيء. هذا كل الوطن العربي عاش وتفاعل معه. فهو قال لك الدراما إذا ما كانت حقيقية فلا تكون لكن بعض الأسواق بحاجة الدراما الهجين الدراما المشتركة الدراما اللي هي بحب يعني في يعني جمهور حتى المشتركة فيها تكون حقيقية صحيح يعني تماما. تكون المشتركة مضبوطة يعني بس بدها يكون يعني في محاذير رقابية بدنا نحاول انه نعالجها يعني لانه احيانا في بصير حساسيات بصير بين البلاد يعني يعني الواحد طب لنضل بهيدا الإطار استاذ مفيد حضرتك منتج وموزع أيضا وفي فترة اشتريت مسلسلات وصرت تبيعها للتلفزيون ما اشتريت مسلسلات قد ما أنا اشتريت نوع واحد من المسلسلات اللي هي التركية صحيح هيدا اللي كان قصدي على فكرة يعني التوزيع أهم شيء بالعملية كلها يعني بتعملي عمل وتحطيه بالدرج طب بناء على شو بينشر المسلسل له مقومات كثيرة أول شغلة الفكرة شوفي إحنا يمكن بنجامل بعض بس خلينا نبدي بالتراتبية. الإنتاج شغلة مهمة ورئيسية بكل اللعبة لكن ما بقدر أنا أنكر أهمية النص والإخراج يعني شوفي حتى جاي قعدتنا هيك إحنا بالتراتبية أنا اليوم عندي مشروع عندي رأس مال بدي أدوره بداخل الصناعة الدرامية أو السينمائية أبحث عن الفكرة عند الكاتب حينما توجد الفكرة بتلاقي النص لحاله يشبه المخرج الفلاني أو المخرج الآخر فبصير التراتبية أنه أنا أبحث عن استثمار أو مشروع ببحث عن الفكرة عند الكاتب وإحنا اثنين نبحث من سوف يقدم هذه الصورة أو من سوف يعطي الحياة لهذه الشخصيات فهوني نحن بهاي اللعبة التكاملية بتخلص بوصل مرحلة أنجزنا لكن زي ما قالت لك إذا إحنا ما قدرنا نعملها إكسبوجر ونسوقها ونشهرها ونشهر هدول الأبطال اللي معنا واسم الكاتب واسم المخرج واسم شركة الإنتاج فما راح تكون راح تكون هي دراما علبت في أشرطة أو بهاردسك وضعت في الجرور فهي كمان تكاملية إنه الميزان التجاري عم تحط investment بدك تجيب عائداته عشان ترجع تعيد الكرة فهاي هون خطورة الدراما فالناس كل واحد بقولك معي شوية مصاري بدي أنتج ففي عام ناس أنتجات وسكرت تاني بس خطورة تانية هون جدا واضحة يعني استاذ مفيد أنه ما بقى منشتغل من حبنا للفن يعني صارت بزنس ولا مندمج الاثنين مع قلبنا مثل العسل أنا بعت بيت عندي عشان أكمل مسلسل ماني بس لحتى ما نكون كتير طباويين لا الفن هلا الفن تجاري يعني ليش لا ليش لا مو عيب يعني مو عيب رأيك ما أنا عيب لا أنا شو حب للفن يعني ما حدا بيشتغل حب للفن ليش بدي يعني ليه وقت اللي منذكر المسرح مثلا واللي قلبنا عليه يمكن لأنه مثل ما ذكرت أستاذ سمير بعده موجود الحمد لله ولكن أقل من الأول وأقل من ما بيستاهل وأقل من توقعاتنا بس نحكي مسرح اليوم مثلا ما في مردود يعني حتى الممثلين بيروحوا من حبهم للمسرح للخشب للتمثيل عن بلد لبنان 4 مليون يعني ما في مردود حتى بالسينما ما في مردود يعني وقت بنعمل فيلم لبناني بفكرك في مردود ما بيقدر ما بيقدر بكل بلدان العالم لما السوق بيكون صغير المردود بيبقى قليل هلا بالانتاج التلفزيوني لانه في البان ارا وفي انتاج كبير في ناس عم بيقدروا يعيشوا معنا بعدين استاذ سمير في نقطه مهمه كمان هي العائد والمردود مش بس على العدد القليل ثقافه الشعوب تغيرت يعني انا عم اقول لك انا مثلا بتروح على لندن بتلاقي المسرح الفلاني كومبلي وما في ولا تيكت يا عمي طب هاي المسرحيه من 10 سنين قبل 5 سنين بعد موجوده طب ليه بعد لانه بعدين في نقطه وقت نحن بنسافر
منقصد المسارح، منقصد كل شيء أوبرا، كل شيء فن راقي عندهم. نفس الكلام هذا سألته. يعني مسرحية لأغاثا كريستي صار 30-40 سنة. ماما مية. ماما مية. المزراب صار له 10-12 سنة نفس المكان وفل. فأنا سألت هاي الأسئلة. قالوا لي لا، مش بس لأنه أنتوا أجانب وفي صينيين وبيجوا من أمريكا ليحضروا مسرح، كمان في ثقافة إنجليزية للمسرح. زائد ثقافة الطفل تلاقي بيده كتاب لهلا بالمترو. نحن أولادنا ما عم بيحضروا كتاب. نحن مفروض نعرف أن نحن عالم ثالث يعني، ومنطلق من هون لنشتغل. الوعي الاجتماعي مهم كتير يعني. نحن عم نحكي هلا عن العالم العربي. لا ما هو نحن عالم العربي والإنتاجات العربية. مش بريطانيا يعني ولا فرنسا. فلو في ثقافة المسرح للأسف كانت حاضرة وبقوة بلبنان فترة الستينات والسبعينات. وبسوريا نفس الشيء. وبسوريا ومصر، حتى بمصر تراجع المسرح. المسرح بمصر مش زي زمان، لأنه كمان زي ما إحنا قلنا الدنيا عملية تطور. أصبح في ديجيتال بلاتفورم، كل شيء ممكن تشوفيه أنت وقاعدة ببيتك. فهاي الثقافات إذا ما نحافظ عليها تندثر. في يعني المسرح أنا شايفه مش تراجع، اندثر بلبنان، لا يوجد مسرح. يعني في مجهودات قليل، بس مجهودات شخصية. لا وحنين يعني مستمتع. ما من هيك قلت مش مثل ما بيستاهل إنه يكون بكثرة، لأنه إيه في أسامي كبيرة وفي أعمال. يعني بقدر هون مسرح بستمتع فعلاً. إنه إيه طبعاً. طيب مفيد، في أكثر عدة أنواع من المسلسلات، يعني في ثقافي، علمي، أدبي، تاريخي، ديني، في عدة أنواع من الدراما والمسلسلات. حضرتك عملت ذاكرة الجسد، جذور، بنت الشهبندر، وين كان الرواج؟ أي أكثر شيء، أي أكثر نوع بيحبوه الجمهور؟ لك راح أقول لك كيف مشواري أنا مع الدراما، ويمكن منتجين كتار زيي. كان في سنوات قديمة الرواج للمسلسل التاريخي، وأنا عملت شيء 8-7 مسلسلات تاريخية. فأنا من واحد من الناس استفدت منهم ماديا وتجاريا سوري، واستفدت منهم تثقيفيا، لأنه في حقبات تاريخية ضوينا عليها ما كنا نعرفها، تعلمناها وضوت للعالم العربي ككل. وبعدين إجا المسلسل المودرن. المسلسل المودرن كمان إله رواجه التجاري، بس طبعا المعلن كان، لأنه هاي الصناعة مشبوكة بالإعلان، الإعلان اللي هو الإعلان التجاري. الإعلان التجاري ما حيجي والله مسلسل بطولة فلان ولابس ثياب تاريخية وحامل سيف بده يقول له هالماركة الفلانية. فكان الرواج الإعلاني يوجد في الإعلانات، في الإعلانات موجودة بالمسلسلات المودرن اللي هي تحكي حقبة تاريخية حديثة فيها لبس، فيها ميك اب، فيها سيارات، فيها بيوت. فكان هون الرواج الأكبر لهم. لكن هذا لا يعني إنه الدراما التاريخية ما كان ما إلها رواج، والدليل إنه السنة يوجد مسلسل بيحكي عن حقبة تاريخية ورائج، وأنا بشوفه رجعني لرمضان قبل 15 سنة اللي هو رمضان الحقيقي. سفر برلك؟ لا الزند، عاصي الزند. زند. عاصي الزند. يعني أنا بشوفه من الروائع القديمة اللي كنا نحضرها أيام الله يرحمه حاتم، والجو الرمضاني اللي تحضر الحقبة التاريخية وتستمتع بتفاصيل. العربجي كمان، العربجي واحد. وفي العربجي، العربجي دراما شامية دمشقية أو بس هيك. بس كمان فيها فانتازيا، فيها شوية، فيها حكاية يعني. رأيك كريم ككاتبة وين الرواج عند الجمهور؟ هون السؤال الأصعب باي ذا وي. لا أنا هلا بنسأل إنه أنت بدك ترجعي تكتبي دراما سورية، يعني اشتقنا لكتاباتك السورية، فهذا دليل إنه الناس بتحب الخصوصية مثل ما حكينا قبل. بس هذا لا يعني، وأنا هذا عم شوفه يعني، يعني مثلا عم تطلع مسلسلات المعربة هلا، صار في شيء معرب صحيح يعني، الفورمات يعني شغلة جديدة سموه مدبلج، مدبلج يعني مدبلج معرب، إنه نفس المسلسل عم تجي تعربي صحيح. تركي أو ما بعرف إسباني أو ما بعرف شو بتعربي، عم ينجحوا يعني. كمان لك نحن ننظر بعين المراقب، وإنه في شيء بال، بعدين في ناس تعبت من الحروب، يمكن صار بدها شيء تروح عن نفسها، يمكن تتسلى، أريح، أريح خفيف، يمكن يعني كمان في حاجة جمهور، في مزاج عام يعني، هذا كمان بدنا ندرسه يعني. شو مزاجه الجمهور حاليا؟ هل أنا اللي لاحظته مثلا بسوريا في ترحيب شديد بعودة الدراما السورية البسيطة التي لا تناقش الأزمة،
لانه الناس تعبت. ايوه بالضبط، تماما تماما. يعني نفسنا نشوف الفصول تماما. الاربعه نفسنا نشوف المسلسلات القديمه اللي بتحكي عن العيله، بتحكي عن البلد بطريقه حلوه مش طريقه سياسيه وطريقه جميل عنصرية. وهنا الفصول الاربعه عائله خمس نجوم. علما انه انا هذا النوع اللي يعني كتبته ما كثير بكتب انا طول اخلص كمان كنت مستمتعه فيه يعني هذا المشترك يعني كمان لانه في حكايه يعني بدك تلاقي الحكايه الشخصيات اللعبه الفنيه يعني كمان يعني العمل الفني هو مو بس انك تحكي حكايه كيف تقدميها للحكايه ففي هيك يعني كنت مستمتعه بالشغل يعني بهذا في موجات في موجات بكل انواع الفنون بتطلع هي تمام مثل بالموسيقى مثل بالاغاني بتجي غنيه بتكسر الارض بتبقى هي طقطوقه بسموها صح بعد سنة بينسوها الناس بتطلع غيرها بيطلع غيرها بس آخر شيء ما بيرجع على الفن الأصيل صحيح أنا رح أعطي مفارقة هون تحسب للأستاذ سمير بباب إدريس بالفترة اللي كنا إحنا عم بنعاني إنه إحنا نسوي الدراما اللبنانية كان يلفت النظر دائما بالمحطات العربية باب إدريس ليه؟ لأنه باب إدريس حكى لغة لبنانية أو لهجة لبنانية لكن الأتموسفير عطول إحنا شايفينه شافوه بالدراما السورية معناته حلو بينجح تاريخ فكان في هناك فرصة لباب إدريس إنه ينافس على مستوى الوطن العربي بس ما بعرف ليش ما عرفوا يسوقوه عربيا.